كما نشير فقط لأن لهذه الحرب تداعياتها التي لا تقتصر فقط على الجانب العسكري أو الجانب السياسي، هناك تداعيات اقتصادية. فقد هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأمريكي مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط. الشيكل انخفض في أحدث التعاملات الآسيوية إلى أكثر من 3% مقابل الدولار، وتوقع محللون أن يؤدي تراجع الشيكل أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة في الأيام القادمة.